لو عندك لبن قاطع هتعملي بيه قرص الأفران اللذيذة بالسمسم والسكر بطريقة سهلة جدا ومضمونة جدا، وبكيلو دقيق واحد هتعملي كمية كبيرة منها. أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. ده كيلو لبن بقري قاطع، جيت أغليه على النار لقيته قطع زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا كيلو من الدقيق هنحطه في بولة كبيرة أو في العجان. هنضيف على الدقيق المكونات الجافة كلها الأول. معانا كيس خميرة فورية وكمان معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح صغيرة وكمان معلقة صغيرة من البيكنج بودر. هقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض. بعد كده هضيف كوباية الا ربع من السمنة او الزبدة السايحة او كوباية الا ربع من الزيت. بعد كده هقلب المكونات دي بالمعلقة. انا الاول هستخدم المعلقة، بعد كده هعجن بايدي عادي خالص. واساسا قرص الافران ما بتحتاجش عجن كتير، يعني مش لازم نستخدم فيها عجانة. بعد كده هضيف اللبن الرايب او اللبن القاطع بالتدريج على العجينة. هضيف كده كوباية او كوباية ونص واقلبه. بعد كده اضيف كمان واعجن بالمعلقة او بايدي. كل ما الاقي العجينة محتاجة لبن اضيف بالتدريج، يعني شوية شوية. الاول انا حطيت كوبايتين، بعد كده هحط نص كوباية نص كوباية لحد ما العجينة تتماسك وتكون ما بتلزقش في الايد، واللبن الرايب بيكون دافي شوية. والعجينة ما بتحتاجش عجن كتير ولا بتحتاج عجان، وعجينة القرص ما بتلزقش في الايد. بعد كده هغطي البولة واسيبها في مكان دافي لمدة ساعة تخمر. دلوقتي هجهز الحشوة وكمان السمسم اللي هيتحط على الوش. معانا شوية من السكر وكمان شوية من السمسم، والسمسم ده انا شارياه محمص كده زي ما هو كده. هضيف على السمسم معلقتين كبار من السكر، وده لتغطية وش القرص. السكر بيخلي وش القرص لونه بيلمع، ما بيحتاجش اننا ندهنه بيض. وده السكر اللي هنحشي بيه القرص. هنضيف عليه نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من القرفة، ونقلب القرفة مع السكر كويس. ده كده شكل العجينة بعد ما خمرت. شايفين زاد حجمها ازاي؟ دلوقتي هفرغ منها الهواء بالشكل ده. شايفين العجينة اتنفخت جدا وكمان ما بتلزقش في الايد خالص. شايفين شكلها حلو جدا ازاي؟ هي كده العجينة ناجحة 100%. بعد كده هكور العجينة دي لمجموعة من الكور. حجم الكورة قد الاستفندية كده الصغيرة، او مثلا الاستفندية المتوسطة. لو عاوزين حجم القرصة صغير يبقى كورة العجين بيكون حجمها قد الليمونة الكبيرة شوية. بس الافران بتعملها بالحجم اللي انا عملته بيها كده، بتكون مفرودة شوية مش صغيرة. دلوقتي هشوف ازاي هحشي القرصة. هجيب الكورة العجين بالشكل ده وافردها بايدي كده، افردها بايدي على طبق او على صينية او على الرخامة. بعد كده احط فيها معلقة من السكر والقرفة، معلقة صغيرة، وياريت ما تزودوش كمية السكر عشان ما يخرجش من العجينة. بعد كده هلف العجينة حوالين السكر بالشكل ده. الطريقة دي حلوة جدا وكمان سهلة، وكمان ما بتخليش السكر يخرج بره العجينة خالص. هضغط عليها كده من فوق بالشكل ده. بعد كده افردها بايدي تاني بالراحة خالص عشان السكر ما يخرجش من العجينة. الطريقة سهلة جدا، ما تخافوش خالص، اهم حاجة ما تضغطوش عليها جامد. بعد كده هشيل القرصة بايدي بالشكل ده. شايفين السكر ما خرجش من العجينة خالص.
بعد كده هحطها في السمسم والسكر بالشكل ده، واشيلها ارصها في صاج مدهون شويه زيت صغيرين. هعمل معاكم واحده كمان، برضو هفرد كوره العجين على طبق بالشكل ده، هفردها بايدي على شكل دايره كبيره شويه كده، وبرضو احط فيها السكر والقرفه في النص كده، ولمها بايدي كده بالتدريج. الطريقه دي ما بتخليش الحشو يخرج من القرصه نهائي، وممكن كمان استبدال الحشو ده بجبنه، سواء جبنه قديمه او جبنه براميلي. اهم حاجه ان الجبنه تكون مالحه، بتدي للقرص طعم جميل جدا، وافضل كتير من الجبنه اللي بيكون ملحها قليل. انا اوقات كتير بعملها بالجبنه، بس المره دي عملتها بالسكر فقط. وبرضو هشيل القرصه واحطها في السمسم بالشكل ده، وارصها في الصاج. ده الصاج بعد ما خلص، دلوقتي هغطيه بفوطه واسيبه تلت ساعه يخمر تاني. لازم القرص تخمر تاني قبل ما نحطها في الفرن، وهنسخن الفرن، نسخنه لمدة 10 دقايق قبل ما نحط فيه القرص. والقرص ملهاش وقت معين للسوى، انتوا بتتابعوها. اول ما بتحمر من تحت بالشكل ده، بنشغل عليها الشواية عشان الوش بتاعها ياخد لون هو كمان، وبنسوي القرص على درجة حرارة 200 على الرف اللي تحت خالص القريب من النار. وده شكل القرص بعد ما خرجت من الفرن، شكلها حلو جدا. ممكن لو عايزين تخفوا السوا بتاعها، يعني تكون اخف من كده، ممكن ده براحتكم خالص، السوا حسب الرغبة، حسب ما بتحبوا الحاجة، اذا كانت مقرمشة او طرية شوية، بس احنا بنحبها كده تكون مقرمشة وحمرة خالص بالشكل ده. وده شكل القرص. السمسم اللي واقع في الصاج ده انا ما برمهوش، انا بلمه واعمل بيه قرص مرة تانية. هفتح معاكو قرصة، ده شكل القرص، شايفين من فوق ومن تحت نفس اللون اهو. الحشوة بتاعتها جوه ما خرجتش منها خالص، شايفين شكلها من جوه عامل ازاي. وده عشان خمرناها كويس. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها، وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.